والحاجات دي مش يعني هتقع، لان الكلام في كلام حلو هتسمعه وفي كلام وحش هتسمعه، ويعني بين الحاجتين بتبقى شعره كده صغيره اللاعب المفروض يحس بيها، ان يعني لما يعمل حاجه كويسه الناس هتشكر فيه جدا، لما يعمل حاجه وحشه بعديها بيومين الناس هتقول عليه كلام وحش جدا. فرسالتي ان محدش يسمع لحد، واشتغل واعمل لنفسك اسم واعمل لنفسك كارير في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اكتر نادي نادي بطولات، فانت ده هتقدر تحقق فيه بطولات وتقدر تحقق فيه زيادتك، لان اللعيب الصغير بيبقى عنده باور ان هو يثبت نفسه، وانا كنت لعيب صغير كنت عايز اثبت نفسي. كان اول مباراه ليا في كاس عالم الانديه كانت في اليابان في 2012، كانت عندي 19 سنه ولا 18 سنه، فكنت انا صغير جدا وكنت بلعب اساسي، فبالنسبه لي انا كرساله ليهم انا حضرت كاس عالم 3 مرات، وكانت اللي انا ما حضرتهاش السنه اللي فاتت دي كانت هتبقى الرابعه، بس الظروف وزي ما انت قلت كده ده نصيب انك تشتغل على نفسك وتدوس على نفسك. وربنا كل مجهودي ان انا خدت احسن لاعب في مباراه في مباراه مونتيري، فده احلى جايزه بصراحه بالنسبه لي ان انا دوست على نفسي وربنا يكرم طبعا، وكلنا فرقه واحده، مش انا اللي خدت احسن لاعب، يبقى الفرقه كلها طبعا مساعدتهم معايا وكلهم كانوا رجاله في المباراه، تكمل ان شاء الله بان ناخد كاس التالت كاس عالم ان شاء الله. انا بالنسبه لي يعني كانت طبعا حاجه محبطه ليا بالنسبه لي ان انا ما اروحش كاس عالم السنه اللي فاتت، بس دي ادتني دفعه، يعني انا في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين تعودت ان انا اثبت نفسي وان انا ما اهتمش بقرارات يعني الموجود معايا ايا كان الكوتش، فكان احترام القرار واحترام ده بيديني دفعه ان انا ادوس على نفسي اكتر، وان انا اركب نفسي الغلط ان انا اكيد في حاجه فيا غلط او في حاجه في مستوايا ناقصه، ده يديك الدفعه ان انا اشتغل اكتر على نفسي وان انا اثبت نفسي. ورساله الناشئين ان هم يدوسوا على نفسهم، ما يفرقش معاهم لعب اساسي لعب احتياطي بره القايمه، هو انت شغلك لعيب كوره انك تركز في الملعب بس، ما تركزش في كلام الناس، لو ركزت مع كلام الناس والسوشيال ميديا والحاجات دي مش يعني هتقع، لان الكلام في كلام حلو هتسمعه وفي كلام وحش هتسمعه، ويعني بين الحاجتين بتبقى شعره كده صغيره اللاعب المفروض يحس بيها، ان يعني لما يعمل حاجه كويسه الناس هتشكر فيه جدا، لما يعمل حاجه وحشه بعديها بيومين الناس هتقول عليه كلام وحش جدا. فرسالتي ان محدش يسمع لحد، واشتغل واعمل لنفسك اسم واعمل لنفسك كارير في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اكتر نادي بطولات، فانت ده هتقدر تحقق فيه بطولات وتقدر تحقق فيه زيادتك، لان اللعيب الصغير بيبقى عنده باور ان هو يثبت نفسه، وانا كنت لعيب صغير تفكيرها وكل مباراه ليها التكتيك بتاعها، فمفيش فرقه بتبقى اعلى من فرقه، وفي فرقه هو على حسب زي ما الكوتش قال، احنا كسبنا بيراميدز السنه اللي فاتت وخسرنا منها السنه دي، وخسرنا من مونتيري مرتين في كاس العالم وكسبناها السنه دي، فمفيش فرقه اسمها كعبها عالي وفرقه كعبها واطي، هي الفكره كلها ان على حسب مودك وعلى حسب الحظ في الماتش او على حسب اللي مركز اكتر في المباراه، بس لو المباراه اتكررت او في مباراه كذا مباراه على حسب الفرقه داخله التركيز عامله ازاي، فهي ما لهاش علاقه بفرقه اعلى من فرقه، هي فرقه مركزه وفرقه ممكن تبقى التركيز بتاعها ممكن يبقى على مراحل، زي ما احنا دخلنا الماتش مش من تركيزنا، لان اوقات التركيز الزياده بيبقى بيتاثر عليك بالسلب، فدي ما فيهاش كعبه اعلى وكعبه اوطى، دي فيها ان هو اللي حظه حلو واللي بيبقى مركز في الماتش هو اللي بياخد الماتش.